مرحبا الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. موضوعنا اليوم هو نقاش الترجي التونسي، هل حان وقت المدرب الأجنبي للترجي؟ بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، أحد أقطاب الكرة الإفريقية والحائز على دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، يشهد هذا الفريق تراجع كبير برشا في المستوى منذ خسارة السوبر الإفريقي ضد الزمالك. الترجي التونسي في 2020 يحتاج إلى مرحلة جديدة يقودها مدرب أجنبي محترف صاحب سيفي محترمة في مستوى هذا النادي العريق. من غير المعقول فريق ينافس على الدوري أبطال أفريقيا كل عام ويطمح للعالمية ولا يزال يعتمد على مدربين حاصلين على الكاف بي. أظن أنه حان وقت في ضرورة التفكير في إطار فني أجنبي كامل بما فيه مدرب الحراس والمعد الذهني، مدرب ينهض بالمستوى الفني والتكتيكي الفردي والجماعي للترجي. حسب معرفتي البسيطة بالترجي كإدارة قادرة على أجرة مدرب لحدود 50,000 دولار مش أكثر، وبهذا الراتب موجودة عدة مدربين ممتازين، لكن المشكل مش مادي في الترجي، المشكل الأفكار والقناعات، لأنه الإدارة تشوف أنه الترجي لا ينجح مع مدربين أجانب، يريد تتخلص هذه الأفكار قريبا. مع ضرورة انتداب 4 لاعبين من كاليتي تكون عالية من الموجود، نحكيه على قلب دفاع، لاعب وسط ميدان هجومي مع جناح، مع مهاجم، هكا ترجي تنجم تتحسن بنسبة كبيرة.